وينضم إلينا من صنعاء مراسلنا هناك خليل القاهرية. خليل، إذن جبهة تعز ما تزال مشتعلة منذ أيام، كيف هو الوضع في تعز؟ وهل يمكن أن نقول بأن معركة الحسم في تعز قريبة؟ نعم سارة، بالضبط جبهة تعز تكاد تكون هي الأكثر اشتعالا حتى هذه اللحظة على مستوى اليمن، حيث ما تزال المواجهات مستمرة في الجبهة الغربية، جبهة الضباب التي تشهد مواجهات عنيفة بين الوقت والآخر، تهدأ تارة لتشتعل بشكل أكبر بين الوقت والآخر، وحتى هذه اللحظة بالتزامن مع غارات لطيران التحالف نفذها اليوم على عدد من المواقع غرب تعز وبالتحديد بالقرب من منطقة السجن المركزي، والتي أدت إلى استهداف عدد كبير من المواقع بحسب ما أفادت المعلومات والأهداف العسكرية التابعة للحوثيين والرئيس السابق. بالإضافة أيضا إلى أن الجبهة الشرقية سارة ما تزال كما هي تشهد بين الوقت والآخر مواجهات متقطعة بين المقاومة والمسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق، ومع استمرار استهداف الأحياء السكنية وسقوط المزيد من القذائف على هذه الأحياء وسقوط بالتالي مزيد من الضحايا كما حدث هذا الصباح ويوم أمس لسقوط مزيد من القتلى والجرحى من المدنيين بينهم أطفال. إنسانيا طبعا في تعز يمكن القول بأن المشافي الآن باتت توجه إنسانيا للتدخل لإنقاذ وضعها بعد أن وصلت إلى مرحلة من عدم القدرة على القيام بواجباتها. شكرا جزيلا تجاه لك. المرضى والجرحى والمصابين. نعم خليل، شكرا جزيلا لك على جملة هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك، كنت معي من العاصمة اليمنية صنعاء.